يوم والثاني بيطلعوا لنا بيطلعوا للناس. ودير بالكم تنشغل العالم الغربي احيانا بنشغل بامور. مثلا نهايه كانوا يقولون انه راح ينتهي 2012 ينتهي العالم على ضوء ايش؟ قال على ضوء انه المايا صوروا القبائل المايا وكان عندها حسابات وكذا الاخري، ومن خلال قال طلعوا هيك في تقويم المايا وجدوا انه 2012 العالم بده ينهار. وكثير من الغربيين على فكرة يصدقوا انه 2012 بنهار العالم والاخري، هيك المايا في تقويمهم في اشي بقول. تطلع انت في تقويم المايا وايش يعني تقويم المايا، تجدهم لبسين الامور تلبيس. في ناس يبدو معنيين على فكرة في جعل الناس دائما في حالة من التوتر وحالة من التحسب ومسائل من هذا، بتلاعبوا في الجماهير، منها اغراض احيانا اقتصادية بيع واشتري، منها اغراض سياسية، منها اغراض اقتصادية. اللي بيلعبوا في الناس هذول وكل يوم الثاني بيطلعوا لهم بشي. هل كانت روحت 2012 ولا انهارت ولا مايا ولا غير مايا؟ عندنا الشعوب الاسلامية يا سبحان الله ما بتهتمش، لانه عندها افق عن طريق الوحي، عن طريق الوحي عندنا فاهمين، احنا فاهمين اصلا في علامات صغرى وفي علامات كبرى، والشغلة مش بهذه الطريقة، مش ضربة بريك ما بنشوف الا كل شيء قالب، مش هيك بتيجي الدنيا. لا، الله سبحانه وتعالى الدين الوحي فصل لك في المسألة. لذلك اذا بتلاحظوا احنا بجوز ما شعرتوش انتو كثير في قضية انه 2012 بده ينتهي العالم، اما ما شفتوش الامم المضطربة والشعوب اللي قال متطورة جدا يا سبحان الله وخايفة وبدها. وقبلها كمان كانوا مطلعين نهاية القرن العشرين وبده يزول العالم والغرب على فكرة، وفي ناس كانوا اجوا بدهم يجوا هون على القدس ينتحروا من الغرب، واسرائيل وقتها في الطيران منعت دخولهم جايين ينتحروا لاستقبال المسيح، لانه بداية الالفية الجديدة اللي بده ينزل فيها ومرقت. ومن قبلها كنا قايلين عن واحد مرة ايطالي قسيس قال لهم هذا في القرن العشرين، قال لهم للإيطاليين قال لهم العالم بده ينتهي بالتاريخ الفلاني. لما اجى التاريخ الفلاني الناس ايش مضطربة، وطلعت في ناس طلعوا على الجبال والى اخره واحتاطوا وقاموا وحطوا بصراتش. ايش يا قسيس؟ قال لهم لا انا مخربط في الحساب شوية. لا هو بعد كنه شهر ولا شهرين ثلاثة اجلهم ردوا اضطربوا كمان. بعد ما اجل موعد وما صارش دور على القسيس ابصر وين مهاجر، مش هيك؟ ما بينش. طول عمرهم بتلعبوا فيهم. ومن قبل هيك وسمعتوا انتو من قبل هيك، وهي قصة نستروداموس. قال هذا نستروداموس اللي كان في القرن الخامس عشر السادس عشر 1500 وإشي، هذا قال كان يهودي، كان يهودي ثم صار مسيحي، وهذا له نبوءات. وكانت الكتب اللي تتحدث في الثمانينات والتسعينات، في الثمانينات هذا عندنا الثمانينات والتسعينات وفي الغرب قبل هيك كمان، اللي بتتكلم عن نبوءات نستروداموس. هذا نستروداموس وقال انه هذا يا سبحان الله نبوءاته كلها صدقت، وبتنبأ الان بانه 1 2 3 رح يحصل. اكثر كتب كانت تباع في عالم الغرب وفي العالم ما عدا عندنا، مع انه يعني حاولوا يروجوها عندنا كتب نستروداموس، هذا قال ترجمات حاولوا. لأكثر كتب بيعت في العالم ما يتعلق بهذه الفترة، فترة الثمانينات والتسعينات، كتب لها علاقة بنبوءات نستروداموس. طيب، وحتى في الغرب عملوا فيلم على فكرة عن نستروداموس، عملوا فيلم، وهذا الفيلم أنا حضرته طبعا على شريط في الأخير، يعني ويبدو انه في اغراض سياسية كانت وقتها، انه سنة 1999 هيك في الفيلم راح يكون في قائد عربي في الجزيرة العربية بده يضرب الغرب نووي، بده يضرب الغرب نووي. شوف هم بيشتغلوا على كتب وابحاث وافلام والى اخره، وبكون مخابرات داخلة في الموضوع وسياسيين، وغير قضية اللي بدهم يربحوا هاي في الملايين اللي بدها تباع بالملايين، بتصفي مليارات الكتب هاي. طيب وايش يعني بقصدوا؟ الفيلم كان يقول هيك 1999 بيجي، لانه هيك نستروداموس قال، ما هو نستروداموس كاين يعني كاين قايل وظابط، وهل كانت بقول كمان. تمام، طيب هذا على فكرة كان من ضمن الخطط
لإقناع الجماهير الغربية. ما هو الجماهير الغربية بيمارسوا عليها غسيل أدمغة مشان لما المجرمين بدهم يقوموا بخطواتهم خارج بلادهم للسيطرة على موارد الأمم وتطبيق خططهم بهيئوا جماهير عندهم، لأنه الجماهير عندهم إلى حد ما هي بتتربى في المدارس والجامعات والآخر تربية معينة. لما بدهم يشوفوا أنه هذول بدهم يتصرفوا بدهم يسألوهم ليش، وين مصالحنا إحنا، وين ما بيكونوا مهيئينهم بهيئوهم قال قائد عربي وفي الجزيرة العربية وبدو يضرب ناوي طبعا. في الأخير شو بقول على فكرة، في الأخير منتج الفيلم شو بيظهر واحد هيك في آخر الفيلم شو بقول، بقول طيب النبوءات هذه اللي قالها نوستراداموس إحنا ممكن أن نخطط ونبذل الجهود لنغير هذا القدر؟ فكان الجواب نعم ممكن. شو يعني ممكن؟ يعني خلينا نحط خطط نسيطر على المنطقة نمنع الكذا إلى آخره مشان ما ننضربش نووي. ما هو بنقدر نغير القدر، إحنا بنقدر نغير القدر. انتبهتوا كيف المسألة؟ كل يوم بيطلعوا لنا في مسألة. طيب نوستراداموس الآن قال في 1999 بده يصير كذا، من ضمنها على فكرة بده باريس يصير فيها كذا، ما صارش. بدها تنشق برضو الكنيسة الكاثوليكية، ما حصلش. بده يصير، ما حصل. كل ما قيل من نبوءات عن نوستراداموس بعد ما قيل، بعد ما اظهروا وقالوا نبوءاته اللي قالوا عنها مستقبلية ولا واحدة حصلت. اما اللي قالوا عنها في الماضي هذه هم زعموها، وانا شخصيا في وقتها ما هو مشان نقدر نجاوب الناس ونحذرهم في حينه، وكتبت مقال في الموضوع ومقالات في هذه المسألة. قلت بدي اشوف شو بيضحكوا على الناس، كلها ترجمات، هاي بيجيبوا مقتطفات قال من نبوءات نوستراداموس وبترجموها للعربي والى اخره. قلت بدي اشوف النبوءات من اصلها وين، هذا وين بيقول نوستراداموس نفسه هذا. واذا به رجل زي غيره من المتصوفة، لانه في تصوف في المسيحية وتصوف في اليهودية وتصوف في الاسلام، يتكلم بكلام رمزي وصاروا هم شو بيعملوا، بيجيبوا هالكلام الرمزي وبيعملوا له تركيبات، وممكن تطبقها على كثير من كلام ابن العربي عندنا او غيره، تجيب من كلامه وتصير. وزي اللي بيقولوا هذول في قضية الجفر، وانه الجفر اللي عند الشيعة موجود، انه موجود في هذا من زمان، قال الجفر موجود في تنبؤات غيبية. شو هو الجفر؟ قال الجفر هي ابيات شعرية صاغها علي بن ابي طالب ووضع فيها كل ما سيحصل في الزمان المستقبل، وصاروا ياخذوا، والجفر طويل طبعا، صاروا ياخذوا منه مقتطفات قالوا يطبعوا في السوق ويقولوا الجفر والجفر. تيجي رجعنا للجفر، القناة كلام شعر مهلهل وبعده عن الفصحى، ولا يمكن يقولوا اي واحد بيعيش في عصر عليه السلام مش الساعة علي الفصيح وبعدين كلام ايش، طلاسم، بحيث بتركب زي ما بدك، بتركب زي ما بدك. زي ما قلنا مثلا نوستراداموس كان قال لك هزلر كان قالوا شوفوا هذه تحريف لهتلر، لا ما هيك كانوا يشتغلوا. على كل بطلتوا تسمعوا في نوستراداموس ليش؟ لانه كل نبوءاته اللي بعد ما ظهرت الكتب فش منها ما حصلش. ايش بنحكي احنا الان؟ بيطلعوا لكم بكره كمان، بكره بيطلعوا. لكن المسلم الاصل، المسلم محصن اكثر من اي امه كانت،